في ايه؟ جرى ايه يا فوزيه؟ هي خالتي. انت مش هتعملي لي حاجه اشربها ولا ايه؟ قومي يا بت، فزي اعملي لخالتك قهوه. قومي يا بت، وانت ما تقوميش ليه؟ على دماغك ريشه ولا على رجلك نكش الحن؟ ولا يعني استكبرتي؟ لا العفو يا خالتي، لا استكبرت ولا حاجه. قهوتك زياده ولا غيرتيها؟ لا غيرتها، بقيت اشربها على الريحه. وفرتي. امال فين اللي تنضرب في قلبها؟ مش هني. انت شعرفك انا بسال على مين؟ هو في حد ينضرب في قلبه وعافيته غير اللي اسمها جبريه؟ مطلع عينك صح؟ مرار يا خاله مرار. طب وانت؟ ولا يهمني، ده لولا ابوي كنت حشيت راسها من زمان. هبله، هي عايزاكي تعملي كده عشان الواد يزعل منك، عايزاكي تغلطي يا موكوسه. عارفه حل اللي زي جبريه ده ايه؟ ايه؟ الطناش، تديها الطرشه عشان هي بقى تتغاظ وتفضل تهر وتنكت وتخطط لك وترتب وتنفذ، وانتي ولا كانك هنا عشان يبقى كل اللي بتعمله ده على مفيش. الله، امال فين كريم؟ عند ابوي في البيت. وما جاتش هنا ليه؟ ما عارفاش، بس اللي ما تتسماش راح تجيبها. تجيبها يا بنت؟ هتضحكيني واحنا في موتة، الله يحسي. لا يا شهد، مش قادرة استنى، على بالي طول الليل، عايزة اقرب له الفتحة. انا كمان عايزة. ده مروان. مروان. ايوه زينة، رايحين فين؟ رايحين نقرا فتحة البابا. احنا مش عارفين مكان المقابر وكنا لسه هنسأل، كويس ان احنا لقيناك. اركبوا معايا. بصراحة الوش اللي انت مركباه ده مش وش زعل على ابوكي. انا مقصودش اضايقك، بس حاسك يعني ماشيه معايا بالعافيه. بصراحة اه، كل ما اقرب على البيت احس ان انا عايز ارجع ونفسي مش جايباني. يا هبلة، ده بيت عمك. بقول لك ايه يا حسن، مفيش مكان كده يعني نروح نقعد فيه؟ مفيش غير الجناين. لا مش قصدي، يعني قصدي كافيتيريا، نادي، الحاجات دي. عايزه تشم هوا، يبقى نروح ونقعد في الجناين بتاعتنا. بتاعتكو؟ ماشي. يلا. بقول لك ايه يا حسن، الجناين دي كلها بتاعتنا مش كده؟ اه. طب هو انتوا مقسمين الارض؟ يعني عارفين فين حق ابويا وحقكم ولا لا؟ نتال، وده وقت يسمح ان احنا نتكلم في حاجه زي دي؟ لا طبعا، سؤال خطر في بالي قلت اقوله لك عادي يعني. والله انا ما بشغلش بالي بالحاجات دي. اقول لك على حاجه، انا اصلا عايز اسيب البلد كلها وهاجر. تهاجر؟ تهاجر ليه؟ طب اللي عايز يهاجر ده بيبقى عايز يهاجر عشان يعمل قرشين، انت ما شاء الله عندك كل حاجه، تهاجر ليه؟ عشان اعيش زي ما انا عايز. ايوه تعيش زي ما انت عايز. ازاي يعني؟ عيش براحتي. براحتك ازاي يا حسن؟ براحتي كده، ما بقاش في حد فوق نافوخي. عايش مع ناس فكه بتحب الدنيا، مش كل ما امشي الاقي حيطه سد وناس مجفله وشغلين نفسهم ازاي يغلبوا الناس التانيه وازاي يجهروا الناس التانيه وازاي يبقوا احسن من الناس التانيه، وشغلين بالهم ليل نهار ازاي يغلبوا ده وازاي ده ما يركبهمش ولا يتغلب عليهم. يا ريتال، انا عايز اعيش، اتنجل من بلد لبلد. وتتجوز بقى من كل بلد واحده مش كده؟ يا ريت.
يا بجحتك يا اخي. انا صريح، اكدب ليه؟ ما دام انا نفسي في كده، ايه اللي يخلينا داري؟ يا سلام بقى لو الواحد يقع في واحده فرنسويه واختمها بواحده انجليزيه منشيه كده. منشيه كده؟ والمصريه مالها بقى ان شاء الله؟ مصريه؟ مصريه بتجلب في الاخر فوزيه على جبريه. على مين؟ كريمه مش كده؟ ما تزعليش مني، بس انتم الصراحه معقدين. انا عمري ما شفت واحده الا وشغله نفسها ازاي تجيب التانيه الارض وازاي تطلع عينها. عندك ناديه هي اللي شايله البيت شيل، مين مطلع عينها؟ امي وعمتي. في الاخر يقول لك اهدى مجتمع ذكوري والرجاله بتقهر النسوان، اقصد الستات. والله انت ما طبيعي. تاكلي ذره؟ ذره ماشي. ما تشوف اخرتها معك ايه يا حسن. كل دي جنان يا ولاد الحرمية. ماشي.